الكريم، كيف ترى قرار الولايات المتحدة بسحب قواتها من سوريا، وهل تعتقد أنه سيؤثر على مجريات الوضع السوري؟ القرار يعني احنا من ناحيتنا بشكل عام ايجابي، انه بالنسبه لنا القرار ايجابي يعني على الوضع الراهن يعني عندنا بالمناطق يعني في سوريا المحرره، وبنتمنى انه احنا كمان يكون الانسحاب من المحتل الروسي والميليشيات الطائفيه الايرانيه وميليشيات حزب الله، بنتمنى انه يعني تنسحب بالكامل ويرجع الوضع لاهلنا يعني مثل ما كان قبل. أخي الكريم، نحن منطالب بانسحاب القوات الروسية والإيرانية مثل ما انسحبت القوات الأمريكية، لأنه الكل ساهم بقتل الشعب السوري على وجه التحديد. يعني هذا قرار إيجابي ونحن كنا نتمناه، ونتمنى أنه الأهم من هذا القرار انسحاب الاحتلال الروسي والميليشيات الإيرانية اللي عم بتسبب لنا ضرر كبير ودمار، سبب دمارنا احنا تدخل القوات الإيرانية والروسية. إن خروج القوات الأمريكية قرار مفاجئ، وعلى ما أظن أن هناك توجه لإخراج جميع التنظيمات الإرهابية من سوريا. نحن ندعم أي تدخل يهدف لإخراج تنظيم اليبكي والبيكيكي الإرهابي من سوريا. نحن مع أي خطوة بتساعد الشعب السوري وبتخلصه من الإرهاب، وحاليا الإرهاب بتمثل بشرق الفرات، بتمثل بالأحزاب الانفصالية اللي هي البيكيكي والبي واي دي. نحن مع أي خطوة بتساعد الشعب السوري الخلاص من هي التنظيمات المتطرفة، ولعل تكون الخطوة بالأيام الجاية هي خطوة لإعادة المهاجرين اللي تهجروا بفعل هي الأحزاب. نحن نتمنى أنه كل القوات الأجنبية تنسحب، ويكون هذا الشيء إيجابي للصالح العام هون السوري، بس كمان بنفس الوقت ما بنتمنى أنه ضل قوي على الأرض هي تفرض سيطرتها وهيمنتها تتخذ القرارات، وخاصة يكون القوي الروسية أو الميليشيات الإيرانية. يعني نحن مطالب بانسحاب القوات الروسية والميليشيات الإيرانية المولي للنظام علناً قبل انسحاب اي قوة اخرى من سوريا. وجود القوات الاجنبية على الاراضي السورية ما راح يكون الى الابد، وطبعا نحن بنأمل ومنشجع اي خطوة لتخلص الشعب السوري ولتخلص الارض السورية الطاهرة من جميع المنظمات الارهابية الموجودة عليها. كل المنظمات الارهابية الموجودة على الاراضي السورية لابد انه تكون الى زوال. وطبعا هلا كتير تساؤلات انه حول مين راح يملأ هالفراغ. تأكدوا ان الجيش الوطني السوري جاهز لملء هذا الفراغ، وهلا عم يعيد هيكلته بشكل قوي، وهيئه الاركان جاهزه ان شاء الله، وبعد فتره بسيطه رح تسمعوا اخبار تسركم بهذا الموضوع. نحن كالشعب السوري نرحب بقرار الامريكي بانسحاب القوات الامريكيه من الاراضي السوريه، ونطالب ايضا برحيل جميع الميليشيات وجميع المحتل ان كان روسي او ايراني او حزب الله، ونطالب ايضا وعلى راس المطالب بالرحيل هي رحيل المجرم بشار الأسد.